السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين طيبين، ورجعت لكم في حلقة جديدة. يعني أنا بس حبيت أقول لكم اعذروني على السحبة، وأمس ما نزلت حلقة، ومن أهم شيء استمتعتم بالعيد، ومن العيدين والفايزين، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا يا جماعة أنا بس حبيت أقول لكم يا جماعة إني أنا راح يمكن أسحب شهر أو 3 شهور، تعرفون عشان المدارس كذا هي جاية، لا مو يعني الدروس كذا، عرفتوا هي جاية وكذا، عشان كذا يعني أنا يمكن راح أقطع إلى 2 3 شهور إلى حد ما هذا، وهذا أرجع أصور. طبعا أهم شيء استمتعتم بالعيد يا جماعة، استمتعتم. ويا جماعة طبعا أنا بس حبيت أنزل ذا المقطع كذا بسيط عشان العيد. بس يعني يا جماعة شوفوا الجلون أخضر، شوفوا الجلون وردي، كير وردي حلو، بس يعني مو مرة كيف نفسجي. اوكي معليش كسر ذي، بس يا جماعة طبعا انا بس حبيت كذا انزل لكم كذا مقطع بسيط. ف يعني انا قلت لكم راح اقطع كذا شهر يعني 3 شهور، يعني ما عليكم، انا بعدين راح ارجع انزله وعد هذولي من هذولي الاشياء. ويعني بس من العيد انه الفايزين، واهم شيء استمتعتم بالعيد، كم جمعتم عيدية؟ اكتبوا لي بالتعليقات من العايدين والفايزين. وبس يعني بس يا جماعة مع السلامة. طبعا أنا تذكروا راح أسحب لا يعني مو أسحب عشان الدروس وكذا 3 شهور أو شهر يعني كذا وخلاص. بس مع السلامة.